الناس بيقولوا كان اليد في اليد. شباب اليوم قادة الغد، شباب اليوم كوادر الغد، شباب اليوم صناعي قرار الغد. هذاك علاش يلزمنا نكونوا متواجدين ويلزمنا نتوافقوا وبكثافة باش نصنعوا المجد لبلاد هذه، باش صوتوا اللي يمثلنا، صوتوا اللي يشبه لنا، صوتوا اللي يشوفوا فيه ارواحنا، صوتوا للناس اللي عندها الكفاءة واللي صوتها عالي باش توصل مشاغل البلاد هذه. كونوا موجودين، كونوا فعالين. تونس ليكم ولينا وللناس الكل. نبعدوا على العروشية، نبعدوا على الخلفيات، نبعدوا على التبعية. خلينا نكونوا يسقلين أفكارنا، خلينا نكونوا صناعي قرار. وشكر برشا مرة أخرى الفريق المسرحي اللي الحقيقة أمتعنا مشاهد صامتة لكنها ذات معاني وذات مساجات وذات رسائل. هذاك علاش نعاود نقول مرة أخرى، كونوا في الصفوف الأمامية فأنتم صناع القرار وأنتم قادة الغد. وشكرا. نمضينا في حاجة إلى دماء جديدة، في حاجة إلى أفكار جديدة. هم شباب، النظرة متاعهم هم المستقبل، سير نظرتهم المستقبلية تكون واضحة أكثر ومتلائمة مع أعمارهم أكثر. نمضينا ما عادش معناتها للكبار السن، ما عادش للي شدوا قبل، نمضينا للجدد. ماذا بينا الشباب يترشحوا ومام طو يصوتوا، يزينا من شبابنا معناتها مستقيل من دوره الاجتماعي، من دوره المدني. كل مساهمة معناتها هي دفع لنمضينا، هي معناتها نجاح لنمضينا، لكن هذا بالطبيعة يعتمد على الوعي بتاع الشباب.